أهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى تغطية جديدة على شاشة نيل الأخبار. يشهد الصراع الإسرائيلي اللبناني تصعيدا خطيرا مع تصاعد تبادل الضربات المستمرة بين الجانبين والغارات المتكررة على بيروت واغتيال قادة من حزب الله وتفجيرات أجهزة البيجر والأجهزة اللاسلكية ونقل الجهد العسكري الأساسي من الجنوب إلى الشمال. في هذا الاتجاه يشير محللون إلى أن نتنياهو يتجاوز كل الخطوط الحمراء ويعمل حثيثا على كسر قواعد الاشتباك، وحذر المجتمع الدولي من تحول التصعيد الدائر على جانبي الحدود اللبنانية الإسرائيلية المتزامنة مع حرب غزة إلى حرب شاملة. إلى أين تتجه الحرب بلبنان؟ وما تداعياتها على المنطقة؟ وهل تنجح الجهود الدولية في وقف حرب تشمل منطقة الشرق الأوسط قبل اشتعال فتيلها، أم أن رغبة بعض الأطراف على إشعالها باتت أقوى من قدرة أي طرف آخر على وقفها؟ نتابع المزيد وإجابات لهذه الأسئلة، ولكن بعد متابعة أو بداية هذا التحليل مع ضيفنا الذي ينضم إلينا الآن، الأستاذ وجدي العريضي الكاتب والمحلل السياسي اللبناني من بيروت. سيد وجدي أهلا بك. صباح الخير لك وللمشاهدين الكرام. السؤال الذي يتصاعد طرحه ويتكرر طرحه الآن، هل نحن بتنا على مقربة من حرب شاملة موسعة؟ وأيضا ما هي حدود هذه الحرب، وهل ستكون أحد زواياها الرئيسية هو الحرب البرية؟ صحيح، لا قد دخلنا في الحرب، أن تتحول حرب شاملة كل الاحتمالات واردة، إنما على الصعيد اللبناني يمكن القول أننا وعلى الحدود الشمالية دخلنا في هذه الحرب بدليل القصف العنيف الذي أصاب العنف الإسرائيلي من قبل المقاومة، ولا سيما أن هناك دمار كبير حصل في حيفا، وبالتالي هناك قصف مركز بمئات وآلاف الغارات إذا صح التعبير خلال اليومين المنصرمين من قبل العدو الإسرائيلي الذي طال قرى وبلدات الجنوب. ما قاله اليوم الرئيس الإسرائيلي وقادة العدو ينذر بذلك، بأنهم دخلوا الحرب، وذلك تبدى بوضوح من خلال الحشود على الحدود مع لبنان. يبدو أن هناك معركة برية من خلال هذا الكم من الدبابات التي بدأت تصل على الحدود، إضافة إلى أن المقاومة مستنفرة، ما يعني أن الحرب أو قرع طبول الحرب بدأ، وهذا كان أمر واضح بعد عملية تفجير أجهزة البيجر ومن ثم اغتيال قادة فرقة الرضوان في عمق الضاحية الجنوبية. وهذا ينذر أيضا بدليل أن كل الاستعدادات جارية، وإسرائيل وهنا بيت القصيد تسعى إلى جر حزب الله إلى المعركة أو إلى الحرب، لكن حزب الله لم يعطيها الفرصة، إنما بعد اغتيال. سيد وجدي يبدو أننا فقدنا الاتصال بضيفنا، سنحاول معاودة الاتصال به من لبنان مشاهدينا الكرام، وحتى يتسنى لنا هذا دعونا نتابع هذا التقرير. بضربه الضاحية الجنوبية الجديدة، تتراكم المؤشرات على أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يدفع إسرائيل إلى حرب واسعة ومفتوحة في لبنان. يأتي التصعيد المستمر والغارات المتكررة على بيروت واغتيال قادة من حزب الله وتفجيرات أجهزة البيجر والأجهزة اللاسلكية ونقل الجهد العسكري الأساسي من الجنوب إلى الشمال في هذا الاتجاه. ويشير محللون إلى أن نتنياهو يتجاوز كل الخطوط الحمراء ويعمل حثيثا على كسر قواعد الاشتباك وتغيير المعادلة في الجبهة الشمالية مع حزب الله التي كانت تقوم على الردود المحسوبة والمتوازنة انطلاقا من حرب واسعة عبر تفجيرات متزامنة وسلسلة اغتيالات لقادة كبار في الحزب. نتنياهو لا يبحث عن المبررات، لكنه يدفع حزب الله إلى الرد بشكل غير نمطي ليمنح من ثم إسرائيل الضوء الأخضر لشن حربها الواسعة التي قد تصل إلى الاجتياح البري وتغيير المعادلات.
ورغم تلك الضربات تشير تصريحات الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله الأخيرة إلى أن الحزب لأسباب كثيرة من بينها الوضع الداخلي ما زال يتمسك بمعادلة الرد نفسها والاستمرار في مساندته لغزة من دون أن يقع في الفخ الإسرائيلي، وترك لإسرائيل حرية اتخاذ القرار بشأن ما إذا كانت ستبدأ حربا واسعة ومتى ستفعل ذلك. لم يحقق نتنياهو أي من أهدافه الاستراتيجية لحروبه واكتفى بأهداف تكتيكية باغتة، ويرى المحللون أنه يمر بمرحلة جديدة من العدوان عنوانها فك الارتباط بين الجبهات في لبنان وغزة وإعادة 60,000 إلى مستوطناتهم في الجليل الأعلى، لكنها تستهدف تصفية حزب الله ودفعه إلى ما وراء الليطان وإقامة منطقة عازلة. تصاعدت حدة المواجهات بين الحزب وإسرائيل هذا الأسبوع مع سلسلة تفجيرات طالت أجهزة اتصال يستخدمها عناصره في عملية منسوبة للدولة الإسرائيلية، وإعلان الأخيرة شن ضربة جوية في معقله بالضاحية الجنوبية لبيروت الجمعة الماضي استهدفت اجتماعا لقيادة قوة الرضوان. هذا ويتبادى حزب الله وإسرائيل القصف عبر الحدود منذ أكتوبر الماضي بعدما فتح الحزب جبهة إسناد لحماس وغزة إثر اندلاع الحرب بين حركة المقاومة الفلسطينية حماس وإسرائيل. الآن نرحب عبر الهاتف بضيفنا الذي ينضم إلينا الآن الدكتور عمرو حسين الكاتب والمحلل السياسي. دكتور عمرو أهلا بك. دكتور عمرو هل تسمعني؟ دكتور عمرو، على ضوء هذه البوادر وما يرصده الجميع من احتمالية أو قرب اشتعال حرب موسعة كما يقول العديد من المراقبين وحتى تصريحات تصدر عن مسؤولين إسرائيليين وسواء سياسيين أو عسكريين، نتنياهو في رسالته قال إن يعني أريد أن يكون قد فهم حزب الله الرسالة وإن لم يفهمها فأعده أنه سيفهمها. إذن هناك إصرار من قبل نتنياهو على هذه الحرب، هل تتوقع أم يكف أو يتوقف حزب الله عن الرد واستمرارية الرد، أم أن نتنياهو سيجد نفسه مضطرا لأن يصعد أكثر فيما هو قادم؟ والله هو الإخفاق الذي حدث خلال 11 شهرا في حرب غزة أدى بنتنياهو لمحاولة الهروب للأمام واتخاذ خطوات أكثر تصعيدية على الجبهة مع حزب الله ولبنان، ولذلك هو يريد اجعال جبهة لبنان للتغطية على الصفقات المستمرة في قطاع غزة من خلال عدم إقناع الشارع الإسرائيلي والضغط الذي وقع عليه من الشارع الإسرائيلي لعدم تحقيق أهداف الحرب الأهداف الاستراتيجية التي أعلنها منذ بداية العمليات في قطاع غزة. والآن هو أمام طريق آخر يحاول إقناع الشارع الإسرائيلي بأنه يستطيع إعادة السكان المهجرين إلى شمال إسرائيل، وأنه يستطيع تحقيق الأمن ويستطيع منع صواريخ حزب الله أن تصل إلى الأراضي الإسرائيلية، ولذلك يقوم بعمليات نوعية مثل عملية والآيات الاغتيال المستمرة، إلا أن ذلك من الواضح لم يؤثر على قدرات حزب الله في الرد. فأمس حزب الله استطاع أن يرد على إسرائيل وضرب أماكن في حلفة ونهرية وكريات شمونة بصواريخ فادي واحد وفادي اثنين. إذا نحن أمام تصعيد مستمر، وأي ما يحدث الجميع لا يريد أن تشتعل حرب شاملة في لبنان، ولكن هو فقط بنيامين نتنياهو الذي يريد إشعال الحرب في لبنان للتغطية على فشله. هو إذا وقفت الحرب في غزة فسيضطر إلى ترك السلطة وسيتعرض لمحاكمات، فذهب إلى فكرة أخرى وهي فكرة
فتح جبهه جديده مع لبنان يستغرق فيها عام اخر. نعم. من الحرب. ابقى معنا دكتور عمرو. نعم وصلت الفكره، شكرا لك. وابقى معنا دكتور عمرو حسين الكاتب والمحلل السياسي، ونعود من جديد للترحيب بضيفنا من بيروت الاستاذ وجدي العريضي الكاتب والمحلل السياسي اللبناني. استاذ وجدي اهلا بك. فقدنا الاتصال به، سنحاول معاودة الاتصال به. إذا مشاهدينا الكرام، وسائل إعلام إسرائيلية نقلت عن أن الصراع مع حزب الله يتجه نحو مزيد من التصعيد، خصوصا أن مستشفيات إسرائيل في شمالي إسرائيل تحول نشاطها إلى مناطق محصنة ومناطق باركينج السيارات تحت الأرض، ومن ثم مصدر عسكري أيضا نقلت عنه بعض وسائل الإعلام الإسرائيلية، مصدر عسكري إسرائيلي يقول إن الضربات الإسرائيلية ستشتد اليوم. بالتزامن أعلنت وسائل إعلام إسرائيلية نقلت أنه تم القضاء على قائد قوة الرضوان في بيروت، وهي قوة تابعة لحزب الله اللبناني. قائد الدفاع الجوي في الجيش الإسرائيلي السابق رانكو خاف يقول إنه إذا حدثت حرب ستكون تل أبيب مثل سيدي روت، ليس هناك حاجة لمناورة برية في لبنان لتحقيق المطلوب. إذن هل سيقدم نتنياهو مع هذه الضربات التي يقوم بها على التوغل على الأرض، وما هي حدود هذا التوغل، وإلى أي مدى ستكون هذه التوغلات على الأرض ناجحة بالنسبة للجيش الإسرائيلي، أم أنها ستكون فاشلة ولن تكون نزهة كما يقول مراقبون بالنسبة لعناصر الجيش الإسرائيلي؟ كل هذا سنجيب عليه مع ضيوفنا الذين سينضمون إلينا تباعا في هذه التغطية. أيضا الجيش الإسرائيلي قد أعلن إصابة 3 أشخاص جراء إطلاق أكثر من 100 صاروخ صباح اليوم من لبنان على شمال إسرائيل. من جانبه أكد حزب الله أنه استهدف مجمعات لصناعات عسكرية إسرائيلية شمال مدينة حيفا، فيما وصفه برد أولي على تفجير الآلاف من أجهزة الاتصال الأسبوع الماضي. في غضون ذلك ارتفعت إلى 45 قتيلا حصيلة الشهداء جراء الغارة الإسرائيلية التي استهدفت اجتماعا لمسؤولين عسكريين في حزب الله في ضاحية بيروت الجنوبية، وفق حصيلة جديدة أوردتها وزارة الصحة اللبنانية. مشاهدينا الكرام، دعونا نرحب من جديد بالدكتور عمرو حسين الكاتب والمحلل السياسي. دكتور عمرو أهلا بك من جديد. اهلا بحضرتك دكتور عمرو. على ضوء هذه التقارير التي تتناقلها وسائل الاعلام الاسرائيليه من ان الضربات العسكريه الاسرائيليه ستشتد اليوم، خصوصا ان هناك استعدادات في المستشفيات الاسرائيليه في شمالي اسرائيل وانتقالها الى مناطق محصنه، هل يمكننا القول بان اسرائيل استعدت لكل الاحتمالات الوارده، ومن ثم هي عازمه بشكل او باخر على توسيع هذه الحرب، ومن ثم توجيه ضربات أقوى لحزب الله؟ بكل التأكيد سيضطر بنيامين نتنياهو والجيش الإسرائيلي للرد على ضربات حزب الله التي حدثت أمس بعد تلك الضربات، والتي أشعلت أماكن في حيفا وفي نهارية وفي الأماكن المتعددة في شمال إسرائيل. هو يضطر لأنه فرض الإحراج أمام الشعب الإسرائيلي بعد الضربات التي طالت إسرائيل أمس. هناك كان توقع بأن يتراجع حزب الله عن الردع أو الضرب أو الرد، ولكن حزب الله رد أمس بعد تلك الضربات القاسية التي تلقاها الحزب خلال الأيام الماضية، سواء بتفجير البيجر أو الاغتيالات. استطاع حزب الله أن يعود مرة أخرى للرد وتتواصل عملياته، ولذلك هو وضع بنيامين نتنياهو في مأزق يضطر فيه للرد على أي ضربات من حزب الله تقدم من جنوب لبنان إلى الشمال الإسرائيلي. كان يراهن بنيامين نتنياهو أنه حزب الله سيتراجع، أولا سيقبل بالتراجع إلى ما قبل الليطاني،
وسيقبل حزب الله بعودة وعدم الضرب بالصواريخ مرة أخرى على شمال إسرائيل، لكي يستطيع بنيامين نتنياهو إعادة سكان الشمال الذين وعدهم أكثر من مرة لإعادتهم إلى أماكنهم وبيوتهم في شمال إسرائيل، ولكنه فشل خلال عام من الوعود أن يعيد هؤلاء السكان مرة أخرى إلى الشمال الإسرائيلي. هو في حالة فشل مستمرة، ولكن يحاول إقناع الشارع الإسرائيلي ببعض الانتصارات النوعية مثل عمليات الاغتيال التي طالت قادة المقاومة سواء كان في غزة أو العمليات التي طالت حزب الله، ولكن كل ذلك لا يؤدي إلى حسم الصراع أو انتصار كامل لبنيامين نتنياهو يعود به للشعب الإسرائيلي لكي يقنعه بانتصار في تلك الحرب التي حدثت منذ 7 أكتوبر. دكتور عمرو، في رأيك ما هي أفق ومدى قدرة الجيش الإسرائيلي على الدخول بريا في جنوبي لبنان ومن ثم القيام بمناورات برية لتحقيق الأمن لسكان شمالي إسرائيل كما يقول مسؤول إسرائيل؟ هو بالفعل حرك بعض الوحدات من غزة إلى الشمال وخاصة الفرقة 98، ولكن يعني أنا أرى أن هناك شك في أنه يستطيع التوغل أو النزول في عملية برية في جنوب لبنان، لأنه سيكون مكشوفا أمام المقاومة اللبنانية وضربات المقاومة اللبنانية، وسيكون ذلك يسبب له خسائر كثيرة. ونحن رأينا في حرب يونيو تموز 2006 كيف استطاع حزب الله أن يوقف الجيش الإسرائيلي من التقدم في جنوب لبنان، فحزب الله لديه قدرة كبيرة على المواجهة في حرب برية مع إسرائيل إذا تم الغزو البري، لكن هو فقط يريد أن يستفز حزب الله بنيامين نتنياهو ليكون رد حزب الله على عمليات اغتيال رد اللي هو فوق قواعد الاشتباك المتفق عليها، ولكي يشن حرب واسعة وأشمل على لبنان، وهذا الحلم الذي يحلم به بنيامين نتنياهو توسيعة الحرب في المنطقة. شكرا لك دكتور عمرو حسين الكاتب والباحث السياسي، كنت معنا عبر الهاتف. وينضم إلينا أيضا مشاهدينا الكرام الأستاذ محمود علوش الباحث في العلاقات الدولية اللبناني. أستاذ محمود أهلا بك. أهلا أهلا أستاذ محمود، في رأيك هل يمكن القول بأن يعني قطع السيف العذل وأصبحنا على يعني مشارف حرب واسعة رغم الجهود الإقليمية والدولية التي كانت تبذل في الفترة الماضية حتى الآن لمنع توسيع دائرة الصراع على الحدود اللبنانية الإسرائيلية؟ مساء الخير. يعني قد يصعب الجزم بأننا متجهون نحو حرب واسعة، لكن ما يمكن تأكيده أنه التصعيد الإسرائيلي ضد حزب الله خلال الأسبوع هذا الأسبوع الجاري نقل الحرب الاستنزاف إلى مستوى جديد، وأعتقد أنه هذا التصعيد مصمم إسرائيلية لتخيير حزب الله بين خيارين، إما التعايش مع التكاليف الواسعة لحرب الاستنزاف التي الآن بدأت تجري وفق الإيقاع الإسرائيلي، أو الذهاب نحو حرب واسعة. لكن الأمر الآن يتوقف على رد فعل حزب الله، كيف سيتصرف حزب الله مع هذا التطور الكبير في مسار الصراع. المعلوم أنه خلال الساعات الماضية كان هناك هجمات صاروخية لحزب الله على إسرائيل، لكن أعتقد بأنه أي رد فعل لحزب الله ينبغي أن يتجاوز مسألة الانتقام إلى وأن يكون هدفه بشكل أساسي إعادة توازن الردع إذا ما أراد تجنب الحرب الواسعة، لأنه العامل الرئيسي العامل الوحيد الذي يحول دون تطور هذه الحرب إلى حرب واسعة هو توازن الردع. لماذا نتجه نحو الحرب الواسعة؟ لماذا تزايدت مخاطر الحرب الواسعة؟ لأن إسرائيل استطاعت أن تغير توازن الردع لصالحها خلال الأيام الماضية، وبالتالي هذا الوضع يضع حزب الله أمام مأزق كبير إلى حد معين. هو من جانب لا يستطيع بطبيعة الحال أن يتجاهل أو أن يتعايش مع التكاليف المرتفعة للغاية لحرب الاستنزاف، لأن هذه التكاليف الآن بدأت تسلك مسار آخر. نتحدث فقط يعني خلال أسبوع واحد تعرض حزب الله لضربتين كبيرتين على الأقل، ضربتين غير مسبوقتين، الأولى الهجوم على شبكة الاتصالات والأخرى الضربة على قادة قوات الرضوان، وكان هناك عدد كبير يعني تقريبا أكثر من 16
10 قيادي كبير في حزب الله، وبالتالي اليوم حزب الله يجد نفسه أمام وضع صعب سيتعين عليه الرد من أجل استعادة توازن الردع إذا ما أراد تجنب الحرب الواسعة. لكن أيضا أي خطوة من هذا القبيل تنطوي على مخاطر عالية، ويمكن أن تسرع وأن تعطي مبرر لإسرائيل من أجل تصعيد نطاق الحرب، لأنه بالفعل نتنياهو يسعى منذ فترة إلى توسيع نطاق الحرب وإلى أيضا زيادة الضغط العسكري على حزب الله. حتى الساعة أعتقد بأنه اليوم إسرائيل لا تزال حريصة أيضا على تجنب الحرب الواسعة، لأنه حتى في إطار حرب الاستنزاف استطاعت إلى حد كبير أن تفرض إيقاعها على حرب الاستنزاف. الآن الكرة في ملعب حزب الله، الطريقة التي سيتعامل معها حزب الله مع هذا التطور هي بتقديري من ستحدد مسار المواجهة بين الطرفين. في رأيك أستاذ محمود، هل حزب الله سيكون قادرا على خلق توازن للردع في هذه الحرب، حرب الاستنزاف كما أسميتها أنت، ومن ثم لن يكون بين مطرقة حرب الاستنزاف وسندان حرب واسعة؟ يعني حزب الله بالتأكيد لديه قدرة على دعنا نقول محاولة استعادة توازن الردع إذا ما أراد أن يصعد من انخراطه في هذه الحرب. يعني قبل التصعيد الأسبوع الجاري كان حزب الله يتجنب إلى حد كبير الفعل ورد الفعل القوي من أجل الحفاظ على وتيرة حرب الاستنزاف، لأن هذه الوتيرة كانت تناسبه إلى حد كبير بالنظر إلى تكاليفها المنخفضة مقارنة بالحرب الواسعة، وأيضا لتجنب استدعاء الحرب الواسعة. ما حصل اليوم أنه هذا التحول في مسار حرب الاستنزاف والمتمثل بنجاح إسرائيل في فرض إيقاعها عليه رفعت تكاليف الاستنزاف على حزب الله، وبالتالي اليوم حزب الله يعني لم يعد يستطيع أن يفكر بالطريقة التي كان يفكر بها قبل التصعيد الأخير. سيتعين على حزب الله استخدام أو إظهار قوته بشكل أكبر من أجل استعادة توازن الردع، أو على الأقل دفع القادة الإسرائيليين إلى التفكير في العواقب الكبيرة للحرب الواسعة. لكن إذا اختار حزب الله أن يواصل حذره في مقاربة هذه الحرب، بالتأكيد هذا الأمر يعطي رسائل ضعف، لأنه جانب أساسي من الدوافع التي جعلت إسرائيل أكثر جرأة في تصعيد هجماتها على حزب الله هو اعتقادها بأن حزب الله غير مستعد للحرب الواسعة وبأنه مستعد للتعايش مع حرب الاستنزاف. والدليل على ذلك أنه حتى بعد اغتيال القائد الكبير في حزب الله فؤاد شكر في يوليو ونهاية يوليو وتموز الماضي، كان رد حزب الله على هذا التصعيد ضعيف إلى حد كبير، وبالتالي هذا الرد أعطى انطباع لدى الإسرائيليين بأنه حزب الله مستعد لأن يتحمل تكاليف أكبر، وهذا الأمر ما دفع نتنياهو إلى تصعيد حرب الاستنزاف. وبالتالي اليوم إذا قد يكون السبيل الوحيد بتقديري اليوم أمام حزب الله لتجنب الحرب الواسعة هو تعميق تورطه في هذه الحرب لإظهار توازن الردع. إذا فشل حزب الله في هذه المرحلة بالتأكيد هذا الأمر سيعطي دافع أكبر للإسرائيليين للمضي قدما في تصعيد حرب الاستنزاف إلى مستوى كبير، أو حتى يعني القيام بغزو بري أو اجتياح بري. نعم. يعني طيب قبل أن نتطرق إلى جزئية الاجتياح البري أستاذ محمود، الآن وعلى ضوء التطورات التي حصلت خلال الساعات القليلة الماضية والأيام القليلة الماضية من توجيه ضربات قوية إلى مواقع عسكرية أو إلى مخازن أسلحة وترسانات أسلحة تابعة لحزب الله، بالإضافة إلى اغتيال عدد من قادته العسكريين، هل هو قادر على استعادة توازنه سريعا وتوجيه الضربات بما يحقق أو يخلق توازنا للردع بين الجانبين؟ ما تعرض له حزب الله كان ضربة كبيرة، وهذه الضربة كانت حتى بإقرار الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله عندما قال بأنه هذه الضربة غير مسبوقة في تاريخ المقاومة وتاريخ حزب الله. والخطورة في الموضوع أنا بتفضيلي ليست الضربة بحد ذاتها، لأنه يمكن أن تعطي انطباعات لم تكن متصورة عن حزب الله في السابق. مسألة الخرق الاستخباراتي الكبير لحزب الله وصل إلى مستويات
لم يكن بالإمكان تصورها في الفترة الماضية. نحن لا نتحدث عن خرط استخباراتي عادي على غرار يعني الخروقات التي استطاعت إسرائيل أن تصل من خلالها إلى حزب الله خلال السنوات الماضية من الصراع. نتحدث عن خروقات يعني بالأمس فقط أو أول أمس فقط، رغم ضربة أجهزة شبكة الاتصالات، استطاعت إسرائيل أن تحصل على معلومات على الاجتماع كبير لقادة قوات الرضوان في حزب الله وأن تستهدف الاجتماع. وبالتالي نحن لا نتحدث عن خرق استخباراتي عادي أو عن أسباب ترجع إلى الجواسيس في الداخل فقط في تعظيم قدرات إسرائيل الاستخباراتية في الوصول إلى حزب الله. أيضا عندما اغتالت إسرائيل فؤاد شكر، وعندما قرر حزب الله الرد على اغتيال فؤاد شكر قبل نصف ساعة تقريبا أو قبل ساعة تقريبا من الرد الانتقامي لحزب الله، كانت إسرائيل على علم بتوقيت هذا الرد وشنت هجوم استباقي على حزب الله. وبالتالي نحن نتحدث عن خرق استخباراتي كبير يصل إلى البنية أو إلى الدائرة الضيقة في حزب الله. هذا الأمر يثير تساؤلات كبيرة حول قدرة حزب الله على إدارة آمنة بحرب واسعة مع إسرائيل. هذا الأمر المهم أنا بتقديري، أنه اليوم هذه الخروقات الكبيرة هل فعلا تساعد حزب الله في إدارة طويلة الأمد وناجعة لحرب واسعة مع إسرائيل؟ هنا التحدي الكبير. وهذا الإجابة على هذا السؤال قد يقودنا أيضا إلى الإجابة على تساؤل حضرتك حول ما إذا كان حزب الله قادر على استعادة توازن الردع. منطقيا أو نظريا اليوم حزب الله إذا ما استطاع أو إذا ما أراد أن يوسع نطاق عملياته ضد إسرائيل إلى مستويات لم تكن موجودة خلال الفترة الماضية، نظريا يمكن أن يؤدي هذا الأمر إلى رفع التكاليف على إسرائيل. لكن حزب الله أمام مأزق استراتيجي كبير. اليوم أي محاولة لاستعادة توازن الردع مع إسرائيل يمكن أن تؤدي إلى تسريع الحرب الشاملة، لأنه ببساطة الإسرائيليون كما قلت هم مستعدون الحرب الواسعة. هدف نتنياهو الرئيسي هو إعادة سكان الشمال إلى المستوطنات الشمالية، وهو مستعد لفعل أي شيء يمكن فعله من أجل تحقيق هذا الهدف. وأيضا على مدى يعني خلال عام من الحرب على غزة شهدنا حجم المجازر والمذابح الإسرائيلية، رغم الضغط السياسي الداخلي الإسرائيلي على نتنياهو ورغم الضغط الدولي على نتنياهو لم يتراجع نتنياهو. ما أريد أن أقوله بأنه لا يمكن الرهان على اليوم حكمة إسرائيل فيما يتعلق بهذه المسألة، لأن إسرائيل فقدت أو الآن تدير هذه الحرب بطريقة كاملة من الجنون، ونتنياهو على وجه الخصوص يدير هذه الحرب من دون أي محاذير لا داخلية ولا دولية ولا أي محاذير نعم. طب تتعلق ابقى معنا، بالقانون وصلت هذه الدولي وما الفكرة إلى أستاذ ذلك. محمود علوش ابقى معنا وسنعود إليك مرة ثانية أستاذ محمود علوش الباحث اللبناني في العلاقات الدولية، وينضم إلينا الآن أيضا مشاهدينا الكرام العميد نضال زهوي الخبير العسكري والسياسي اللبناني. سيادة العميد أهلا بك. مشينا على الاستديو إذا دخلتوني أستاذ. سيادة العميد أهلا بك. عميد نضال زهوي هل تسمعني الآن؟ سيادة العميد نضال زهوي هل تسمعني الآن؟ يبدو أن هناك مشكلة في التواصل. سنعود مرة أخرى إلى الأستاذ محمود علوش الباحث اللبناني في العلاقات الدولية. أستاذ محمود أهلا بك من جديد. طيب أستاذ محمود، على ضوء هذه التطورات المتسارعة، عندما يقول نتنياهو يعني إذا لم يفهم حزب الله الرسالة أعد أنه سيفهمها ولن نتسامح مع إطلاق النار على مدننا، هل إذا ما رد حزب الله بضربات أوسع على مدن إسرائيلية أخرى، هل نفهم من هذا أن إسرائيل ستقدم وتتحول من حرب الاستنزاف إلى حرب أوسع؟ يعني في الحقيقة حزب الله الآن عالق بين المطرقة والسندان. هو من جانب لا يستطيع أن لا يرد بقوة وأن يتعايش مع التكاليف الباهظة لحرب الاستنزاف، لأنه إذا أبدى حزب الله استسلام للوضع الجديد الذي أو للإيقاع الإسرائيلي في حرب الاستنزاف، هذا يعني بأن إسرائيل ستمضي قدم تصعيد هذه الحرب إلى درجة لن يستطيع حزب الله في المستقبل أن يتحملها.
وإذا ما قرر حزب الله أن يحاول استعادة توازن الردع أيضا هذا الأمر قد يؤدي إلى استدعاء الحرب الواسعة. لذلك أنا قلت بأن حزب الله في مأزق حقيقة، يعني حزب الله في مأزق كبير في كيفية مقاربته لمسألة الحرب. الآن ما هو المخرج المثالي لحزب الله من هذا الأمر؟ لا شك أن الخيارات اليوم الموجودة أمام حزب الله في الحد من تكاليف المتصاعدة لهذه الحرب عليها خيارات محدودة، ربما يكون مسألة التسوية السياسية أو إبرام تسوية سياسية، وهو ما يريده بنيامين نتنياهو، إبرام تسوية من أجل إعادة يعني أو السماح لسكان المستوطنات الشمالية بالعودة إلى المستوطنات، وايضا لابعاد حزب الله الى ما وراء البلدان. لكن نتنياهو يسعى الى تسويه وفق شروط اسرائيليه، واليوم حزب الله ليس في وضع يساعده فرض تسويه متوازنه ايضا فيما يتعلق بهذه النقطه بالتحديد، لان الخطوره في هذه المساله اليوم عدم ابرام تسويه متوازنه، او اذا ما تم ابرام تسويه وفق شروط اسرائيليه، هذا الامر سيكون له عواقب كبيره على مستقبل توازن الردع بين اسرائيل وحزب الله. وبالتالي اليوم حزب الله حتى من الان يفكر في مستقبل الصراع مع اسرائيل. لذلك اليوم نتيجة هذه المواجهة ستكون مصيرية، ليس فقط على صعيد تحديد البعد الإقليمي في حرب 7 أكتوبر، بل أيضا لأنها ستعمل على إعادة تشكيل الصراع بين إسرائيل وحزب الله في المستقبل. طيب ابقى معنا أستاذ محمود علوش الباحث اللبناني في العلاقات الدولية، ونرحب من جديد مشاهدينا بالعميد نضال زهوي الخبير العسكري والسياسي اللبناني. سيادة العميد أهلا بك. أهلا بك. على ضوء الضربات الأخيرة التي تلقاها حزب الله واغتيال عدد من قادته وأيضا تدمير عدد من المعدات العسكرية وأماكنها، هل يمكن القول أن ما زال لدى حزب الله من الأدوات القوية التي تمكنه من خلق معادلة أو الحفاظ على معادلة الردع مع إسرائيل؟ نعم صحيح، يعني القدرات العسكرية لحزب الله هي ليست فقط بالقدرات التكتيكية التي استخدمها خلال فترة القتال منذ 8 أكتوبر من العام الماضي إلى اليوم. الواضح أن حزب الله يعني قد استخدم قدرات تكتيكية بشكل دائم، ولكن القدرات الاستراتيجية والعملياتية لم يكن قد استخدمها إلا في مرحلتين. المرحلة الأولى هو ضرب الوحدة 8200 بالقرب من يافا تل أبيب، والمرحلة الثانية هي اليوم قد استخدم بعض الصواريخ الغير دقيقة التي تعتبر أكثر من تكتيكية وعمل أقل من عملانية بشيء قليل، ولكن ما لدى حزب الله هو الأسلحة الاستراتيجية الدقيقة وغيرها، هو يحتفظ فيها للصراع الحقيقي مع الكيان الإسرائيلي، ويشخص المصلحة بأن تبقى هذه الأسلحة إلى الحد الذي يفرض عليه، إما أن يفرض عليه استخدامها أو أن يقوم بها هو بمفاجأة للعدو الصهيوني في وقت لاحق. ولكن نعم هناك قدرات ولكن سيادة قدرات العميد بحرية وقدرات جوية وقدرات صاروخية. نعم سيادة العميد، ولكن هناك من المراقبين من يتحدثون أنه بعد هذه الكلفة الكبيرة والعالية التي لم أسمع السؤال جيدا، إذا كان بالإمكان أن يقدم الآن؟ تسمعني الآن؟ هل نعم. تستطيع الاستماع إلي بوضوح؟ نعم تمام. ولكن هناك العديد من المراقبين من يتساءل الآن على ضوء هذه الكلفة الكبيرة التي وقعت في صفوف حزب الله، ما الذي يمنعه من التوسع في استخدام قدراته العسكرية الاستراتيجية للحفاظ أو خلق معادلة للردع تمنع إسرائيل ربما من الإسراف في توجيه ضربات بشكل أكبر، خصوصا أن وسائل الإعلام الإسرائيلية نقلت اليوم عن مصدر عسكري إسرائيلي بأنه ستشتد الضربات الإسرائيلية على لبنان وعلى حزب الله اليوم. يعني ما أريد أن أوضحه ويجب التفصيل به كثيرا. أولا الضربات الاختراق الذي حصلت على حزب الله يوم الثلاثاء والأربعاء ونهار الجمعة كانت ضربات قاسية ودامية، ولكن
بالمبدأ هي لم تقلل من قيمة الجهوزية على الجبهة الجنوبية لحزب الله، لأن كافة هذه العمليات كانت في مناطق أخرى من جبهة الجنوب. ثانيا هي لم تحقق الأهداف الاستراتيجية رغم استخدام وحرق أوراق استراتيجية للعدو الإسرائيلي في لبنان كورقة الفيجر. يعني تخيل لو كان هذه الورقة قد استخدمها العدو الإسرائيلي أثناء هجوم بري وحصل هذا الإرباك الذي حصل في لبنان بكافة مفاعيله، لكانت قد وصلت القوات الإسرائيلية بسهولة إلى مناطق ما تريد تحقيقه، وأعادت الشمال، أعادت سكان أو مستوطني الشمال إلى الشمال. فإذا المسألة هي اليوم هذه الضربات بكاملها أولا لم تحقق نتيجة تخفيف جهوزية حزب الله، وهذا واضح من خلال ردة فعل حزب الله بالأمس ليلة أمس على مطارات الإسرائيلية وغيرها ومراكز التصنيع العسكري. بالإضافة أن يعني مش ليس فقط الجهوزية، بالإضافة إلى أن الضربات اليومية التي تحصل على المناطق المفتوحة هي فقط يعني هدفها هي إرهاب السكان في جنوب لبنان لمحاولة الضغط على حزب الله من خلال بيئته لوقف القتال وجبهة الإسناد باتجاه غزة، وهذا كذلك لم يتحقق حتى اليوم. لا يوجد أي أصوات ترتفع بوجه حزب الله من قبل أهالي الجنوب. يعني المسألة بتعقيداتها نعم هو تلقى ضربة، ولكن ليست الضربة التي قد تقسم ظهر حزب الله من الأساس. هي أصلا اليوم قد حققت يعني خسائر في صفوف حزب الله، خسائر في صفوف المدنيين، ولكن عندما تقول أن هناك جبهة كبيرة يمتلك حزب الله أكثر من 120 ألف مقاتل، اليوم قد خرج من المعركة 5000 مقاتل مثلا على سبيل المثال، لا لا لم أكن بإحصاء دقيق لهذه الخسائر أو من خرج من المعركة بهذه الفترة، ولكن هذا لم يؤثر على الجهوزية الكاملة لحزب الله من الناحية البشرية. المشكلة اليوم هي في القدرات الإسرائيلية البشرية وليس في قدرات حزب الله. أما من الناحية العسكرية حزب الله ما استخدمه حتى اليوم، كما ذكرت وأشرت الجواب على السؤال السابق، أنه لم يستخدم إلا حتى اليوم إلا الأسلحة التكتيكية ولم يستخدم أي سلاح. شكرا لك سيد العميد نضال زهوي الخبير العسكري والسياسي اللبناني، كنت معنا عبر الهاتف من لبنان. ونرحب من جديد بالأستاذ محمود علوش الباحث اللبناني في العلاقات الدولية. أستاذ محمود أهلا بك مرة ثانية. بدعوة السفارة الأمريكية في بيروت، المواطنين الأمريكيين المقيمين في لبنان إلى مغادرة لبنان طالما بقيت كل الخيارات مفتوحة، هل نفهم من هذا أن الإدارة الأمريكية لديها علم بخطط أكبر وتفاقم للأمور أكبر في لبنان، خصوصا أن هذا التحذير أو هذه الدعوة صدرت اليوم؟ بالتأكيد، يعني لا يمكن أن نتصور أن إسرائيل تقدم على خطوة من هذا الحجم بهذه الارتدادات الأقليمية بدون أن يكون هناك تنسيق مع الولايات المتحدة الأمريكية. هل الولايات المتحدة الأمريكية تريد هذا التصعيد؟ بالفعل هذا نقاش آخر، لكن على الأقل الولايات المتحدة على علم بهذه التحركات. هناك من يرى أو من يعتقد بأنه اليوم الولايات المتحدة فقدت قدرتها على التأثير على سلوك رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو فيما يتعلق بإدارة الحرب. قد يكون هذا الأمر صحيح، لكن أنا تقديري أنه ما تقوم به إسرائيل اليوم من تصعيد كبير لنطاق الحرب على حزب الله في لبنان يجب تنسيق أمريكي. شكرا لك أستاذ محمود علوش الباحث اللبناني في العلاقات الدولية، كنت معنا عبر الهاتف. وإلى هنا مشاهدينا الكرام نكون قد وصلنا إلى ختام هذه التغطية الإخبارية على شاشة النيل للأخبار. إلى اللقاء.